FM. الكلمة ليك. الشفيق جرايه كان جريئا في حتى في الاعلام ولم يخفي علاقاته بالطرف الليبي وباطراف ليبيه محدده اللي بعضها كان مطلوبا من القضاء التونسي، لم يخفي ذلك وتحدى ومشى وجاء وجاب ناس وكذا. يعني هذا مثلا ملف كان من المفروض النيابة العمومية تتحرك عليه في وقتها. الوضع اللي موجود توا في التطاوين ما هوش بعيد على الفساد، موش بعيد على الكناطرية، موش بعيد على المهربين، موش بعيد على السيركوير اللي ريزون الشبكات هذه اللي مغرقة البلاد بالسلع الفاسدة، ربما المخاطر الأخرى. لا أستغرب اللي أنا مربوطة ببعضها، تهريب والسلاح، تهريب والإرهاب، تهريب والتكروري، وتهريب والدروغ، هذه كلها شبكة. أنا لا أتهم إلى حد الآن، أقول أنه ثم علاقات مشبوهة كانت معروفة وسيسير ما يتداوله الناس ما هوش من عدم، لكن ما يرقاش إلى الأدلة والحقائق. هذا في القانون باش يتصرف. الكلمة ليك.